عن إبداع المرأة المصرية وقضاياها على الشاشة. مساحة سينمائية شهدت منذ أواخر التسعينيات ظهور أعمال قوية ومميزة لكاتبات ومخرجات دخلنا تاريخ السينما من أوسع الأبواب. مع المخرجة والكاتبة هالة خليل. رديتي كده كلمة أكتر من مرة إن تربية البنات في مصر غالباً تربية ظالمة. لازال تنشئتها وتربيتها لكي تصبح زوجة فاضلة وطيعة وأم دائرة واحد. وقصاده ممكن نيجي على حاجات كتير في شخصيتها. خلاص مش هطبخ تاني لما بقى عايزة اجيب نون. ليه؟ لا اطبخ تاني عشان احنا ناكل ونبسط. مش منزعجة مثلاً من ظاهرة أغاني المهرجانات؟ لا خالص. ولا من الكلمات اللي بتتقال في حاجات فيها. بحبها وفي حاجات بتعجبني جدا على فكره. ما الذي دفعك بقى الى مجال الكتابه؟ انا لا اتوقف عن الكتابه يوميا. يوميا انا بشتغل عند الكتابه. واين تذهب تلك الكتابات المتعدده؟ الاسئله اللي بتزعل بقى. حوار جديد عن الشاشه وابداعاتها وعن هموم العاملين ورائها. عمل المراه في صناعه السينما والتلفزيون، الصعوبات التي تواجهها والنجاحات التي تحققها. في حديث العربي من مصر الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.